السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد ياسين أبس ستاف. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 29 من محاضرات تعليم الجي ديفلوبر، كلنا هنتعلم جافا إن شاء الله. المحاضرة النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الراندوم كلاس. الراندوم كلاس عبارة عن كلاس بيطلع لنا أرقام عشوائية معينة بنحتاجها. أحيانا بيحتاج الأرقام دي مثلا في إنتاج قيم معينة من إلى، يعني بقول له انتج لي قيم معينة من 0 لـ100، من 0 لـ6، من 0 لـ5 بالمنظر ده، وبعدين ببدا القيم العشوائيه دي اخدها وابدا اعمل بيها شغل. غالبا احنا مثلا بنعمل مشروعاتنا بحاجات زي كده، زي مثلا عاوز اعمل ان شاء الله ندخل ناخد نتكلم شويه عن الجايو او الجي او اي او الجرافيكال يوزر انترفيس، ازاي نعمل انترفيس اليوزر. احيانا محتاج مثلا عاوز اعمل مثلا بالونه بتطير في الشاشه، تبدا تخبط في اتجاهات معينه وبعدين بتروح تخبط في اتجاه تاني، بتشتغل بنظام الراندوم، بتبقى مش عارفه هي رايحه فين، بتعتمد على الرقم اللي بيديهولها الكمبيوتر او الراندوم فايل او الراندوم نمبر. هيتعلم ازاي كمان في الجافا ممكن نعمل راندوم نمبر، وازاي نبدا نستخدمه في اكوادنا وشغلنا باذن الله تعالى. بس اهم حاجه يبقى عارفين ان الكود اللي احنا بناخده دلوقتي دي اساسيات البرمجه، يعني انت بتاخد الاساسيات دي وتبدا تتعلمها وتفهمها كويس، وما تيجي تشتغل هتلاقي نفسك طورت وبدات تطلع حاجات جديده جدا، ممكن حاجات مختلفة تماما عن اللي احنا بناخده. يعني تلاقي ان انت خدت الكود وبدأت ايه تبدأ تكتب بيه حاجات جديدة وافكار جديدة، انت بتخرج اللي في مخك على شكل كود، بس بيعتمد على السندكس وعلى الافكار اللي جافا وفرتها لينا باذن الله. هنتفرج على الكود ده. اول حاجة عشان نبدأ نشتغل مع الراندوم كلاس لازم نستورد الراندوم كلاس عندنا في البرنامج او في الكلاس بتاعنا، فاقول له امبورت، وعرفنا امبورت دي عشان ايه، عشان اجيب امبورت جافا دوت ايه دوت يوتيل دوت راندوم. زي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا ايه عشان نستخدم اي كلاس او اي مكتبات جافا وفرتها لنا نبدا نعمل لها امبورت عندنا عشان نقدر نستخدمها بالمنظر ده. المكتبه بتاعت الجافا دوت يوتيل دوت راندوم دي عشان تولد لنا ارقام عشوائيه. هنتفرج يعني ايه ارقام عشوائيه. تعال نقول له ايه، نقول راندوم هنسميه ار ان دي مثلا، هيساوي لنا نيو راندوم يبقى كده ايه عملت اوبجكت اسمه ار ان دي، ده بياخد انستنس من الكلاس اللي اسمه راندوم عشان يبدا يولد لي ارقام عشوائيه. يبقى كده ايه عملت ايه، عملت المتغير. ابدا اجي هنا اقول له ايه 4 انتجر، نعمل كاونتر مثلا، كاونتر معين، الكاونتر ده بيبدا من 0. طالما الكاونتر مثلا اقل من او يساوي 100، والكاونتر ده كل شويه انكريمنت بواحد، جيت اقول له مثلا ايه نيو نمبر انتجر، نمبر ده هيساوي لنا 0، قلت له ان النمبر هيساوي لنا الار ان دي اللي هو راندوم فايل دوت نيكست، نيكست ايه نيكست انتجر، انا عايز ارقام انتجر، اعمل لي الرينج بتاعي من 1 لـ8 مثلا بالمنظر. قول لي سيستم دوت اوت دوت برنت، دوت برنت ايه يطبع اللي موجود في النوم. تعال نشغل الكود هنبص ايه اللي حصل. راح انتج لي 100 رقم اهو، بس ارقام عشوائية. تعال نتأكد من الكلام ده، نحط هنا ايه كاونتر
بدأ يولد لنا ارقام عشوائية زي كده. هنلاقي هنا 2 3 2 2 0 7، هنلاقي الارقام بالمنظر ده اهو، عمل لي لحد 7. ليه لحد 7؟ لان انا عندي هنا الاندكس 8. يعني ايه 8؟ يعني 0 1 2 3 4 5 6 7، هنا ده الاندكس بتاعي 8. وقلنا دايما الاندكس في الجافا بيبدأ ب 0 بالمنظر ده. يبقى كده شايفين انا عملت ارقام عشوائية كده. تعال نقول له لا، عاوزين نطلع نتيجة بالضرب. تمام، خلي بس دي 10، بلاش الرقم ده كله. رن، هنلاقي طلع لي الارقام كده. طيب لو انا عايز استبعد الزيرو، مش عايز الزيرو يبقى معايا، تمام، مش عاوز الزيرو يبقى معايا في الكود، هاجي هنا اقول له ايه، ان ال النم هنا اجي هنا زائد 1 بالمنظر ده. هنلاقي ان هو استبعد الواحد بالمنظر ده، استبعد الزيرو. ليه؟ عشان كده بقول له اي حاجه راندوم لو طلع زيرو زود عليه 1 يبقى 1، لو طلع 1 حط عليه 1 يبقى 2، وهكذا. ان انا بغير في الراندوم بالمنظر ده. يبقى كده ايه، عرفت ازاي كارت راندوم نمبر باستخدام المكتبه بتاعت اليوتيل بتاعت راندوم كلاس، وعرفنا ازاي اجيب منه قيم بالمنظر ده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. مستني اسئلكم واستفساركم على appsstuff.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.